السلام عليكم، معكم أخوكم يوسف دلال من عبر الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في على قناة جوكومينيك تي في على اليوتيوب، وكذلك سينما فراما تي في الصفحة الرسمية. أنا تنحيي جميع الشباب وتنحيي جميع الأعضاء التائمين في هذه القناة هذه وجميع المنخرطين. ألوغ كيف ما وعدتكم، عندنا رحلة سياقة احترافية ما بين لوكسمبورغ وليج. نشوفوا هاد الرحلة هذه كيف ما تشوفوا عبر هاد الشاشة. إليمون تكنولوجيك ماسيف، إليمون تكنولوجيك ماسيف لوكسمبورغ ليج تقريبا 4318 يورو. ألوغ رحلة موفقة لينا حنا كاملين. الوغ كيف ما تشوفوا فعلا رحلة رهيبة. صندوق ضخم، صندوق فعلا ضخم على متن الشاحنة الرهيبة. كذلك فولفو المنتوج السكندنافي تاني سكانيا عند فولفو. يا رحلة موفقة لنا كاملين، إلى اللقاء.
حقيقة كانت رحلة ممتعة ورهيبة، رهيبة بمعنى الكلمة. لأنها كانت صعبة جدا، صعبة، تري ديفيسيل. الحمد لله لقد توفقنا. يلا نخليكم هذه الساعة ونشوفكم في حلقة قادمة من حلقات حلقات سياقة الشاحنات الاحترافية وكذلك للمبتدئين. معكم يوسف دالي المخيل، الشاشة المتميزة لكم من اكتي في سيور يوتيوب وكذلك الصفحة ديال فيسبوك سينما فرما تي في. تحياتنا للجميع وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.